طالها البهية والخطوة اللي هي حلال العقد الأبية الأستاذ بوصمات ابن الست نجية. خليه يدخل يا ابني الخبية. خلي الأستاذ بوصمات يتفضل يا ابني قبل وشه ما يتحرق. بس بقى أنا بخاف من الحاجات دي قوي. وتخافي من إيه ده بقصومات؟ إذا ما صرفش العفريت هناكله. أنا رأيك والله. اتفضل يا أستاذ بقصومات. مين ده؟ إيه ده؟ أنت جايب لنا علي بابا يا ابني فيه إيه؟ ده مش بقصومات، ده كايزر. بس بحترم نفسك، الراجل ضيف عندنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه ده؟ ده هو يخرب بيت الشهرة، يخرب بيتها. اصل انا بدي محاضرات في التلفزيون عن الجن والعفاريت، فاكيد اتفرج. ايوه انا كمان شفتك. فين؟ في قناة الأطفال. سيب في الأطفال. أيوة كنت بتكلم على العفاريت الصغننة. حضرتك اللي بتعمل برنامج زيزو النتن؟ أيوة حبيبي. تشوف زيزو النتن؟ أشوف زيزو النتن. أيوة أخويا زيزو أنا النتن. أنت فرحان؟ بس يا ست. مالك؟ أنتوا عندكم في البيت ده عفريت. يعني جايبينك تنصور جنبك في إيه؟ تنصور؟ بقول لك عندكم في البيت عفريت. أنا خايف. والنعم. خد يا راجل أنت لما أنت خايف جايبني. أنا خايف عليكم. بقاله قد ايه في البيت؟ بقاله فترة. مين شافه؟ انا شفته. مين سمعه؟ انا سمعته. قال لك ايه؟ بسني. بست؟ ده عفريت عنده نظر على فكرة. وانا ما بسنيش. عفريت عنده عزة نفس وكرامة. انت جاي مع مين؟ اديك في وشك ابعدي. بسم الله. مين الكبير هنا؟ ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم الاخ؟ الوكيل يا سيدي. توكيل؟ لا. ايه الاسم السخيف ده؟ لا الوكيل. ليه باباك سماك توكيل؟ شغال في الشهر العقاري بابا؟ إيه ليه كده؟ اختك اسمها كونتراتو؟ يا عيني. انتوا من عيلة دفتر بتاع الدمنهور. عمك كراسة كان صاحبي. في ايه يا راجل انت؟ في ايه؟ ما شاء الله عليك. وانت ابوك كان شغال في فرن عشان يسميك بقصومات؟ وماله بقصومات؟ البقصومات طويل وانت بتفور معفن. اختك اسمها قرص، ابوك اسمه الحاج فينو. كده 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 كده. ايه اللي بتعمله ده؟ انا هرد لك الاهانه بعد ما اقوم بواجبي. بسم الله. بسم الله يا حاج توكيل. ايوه. العفريت اللي عندك نوع من الجد. ايمان اجيب لك ميه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضلوا يا رجاله. اتفضلوا. رجاله مين يا عم؟ ضيوفك. ضيوفك. انت هتعمل فيها جوز اختي؟ اقف لنا بقى. ايوه شرفتنا يا سيدي. عارف مين في بيتك يا راجل؟ مين؟ واو. مين؟ واو. يا واو مش فاكرني. انا بتاع الرحله اللي اتلغت. واو الترابيزه اللي على الخرم مديحه معاه. واو واو. ولا ولا لا دي واو الجماعه غير الواو بتاعتكم. ايه يا طه يا زا؟ مين؟ يا طه يا زا؟ ايه طه زا دي؟ تصدي فيكم وانا فاهم حاجة. ده يظهر الكلام بجد. انت هتصدقي الأستاذ صوابع زينب اللي جايبينه ده ولا ايه؟ سيبوني عليه وانا هلاعبه. ازيك يا أستاذ بقصومات؟ أهلا يا ست. ازي حضرتك؟ الله يخليك. تحب تشرب حاجة ولا أجيب لك كوباية شاي بلبن أسقيك فيها؟ حتى أنت انفدي بجلدك لقلبك مصورة وأنت واقفة. جرى يا سمكري؟ جاهل أديك في خدك. بسم الله. استاذ قرقيش الواد ده متخلف. انا عايزك انا بحس بيهم. انا عايزك هو بيلعب في الضيوف كده على طول يا حاج. ايوه بس مش مؤذي. انا مالي ده هيفرهدني. طب الراحه الثانيه يا عيني. ده مرض نفسي جديد من النوع اللزاق يا حاج. معروف اسمه في امريكا سوليتيب. بيتعالج ما تخافش. بيسموه في اليابان اوهو قد كده. ده بقى النوع المصري الامير اللي ما بيطلعش ده. خلاص ماشي. ايه طب بالراحه تعبانه مره تعبانه والله مره تعبانه. طيب يا اختي عايزك انا اعمل بيك. ده مجنون. اعمل ايه؟ عايزك خدمتك يا سيدي. أمر عايزك بس مش عارف فين. تعال ناخد شقه في الهرم. مش عارف فين ايه ده عبيط ده ولا ايه؟ عايزك في موضوع. امرني. ايه انت بتكلم صرصار في الارض؟ ما تقف بقى.
عاوز ايه؟ عايز خدمتين قبل ما تصرف العفريت. اول خدمه اركب عربيه مرسيدس. عربيه ايه؟ مرسيدس. وعايز العفاريت تجيبها لك؟ يا ريت. العفاريت ما بتجيبش مرسيدس، مستحيل. طب بلاش. ايه؟ مرات الست وحشه قوي وعايزها حلوه. يا ريت يا استاذ. معاك صوره ليها؟ لحظه. هات لحظه، كتر خيرك. هات اتفضل. عايز المرسيدس لونها ايه يا حبيبي؟ العربيه تكلمني على العربيه، عايزها ايه؟ طب بص هنا. لا 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 لا، تاخد الصوره دي وتروح لعمك غبور هيكتب لك تنازل عن المعرض. يلا يلا. تعبان تعبان، عالجوا عشان بيموتوا في الحوض. خلي بالك في الحوض النوع ده. ايوه. لا لا، ايه احنا هنرقص ولا ايه؟ ايه ده؟ لا معلش، لا ممكن يتلبسوا وما فيه. بس يا اولاد بس. أيوه. بس اتفضل. يا حاج استمارات. إيه؟ مين استمارات؟ استمارات توكيل كله ورا حكومه كبيرك، امضى ويرموك في درج ما تقرفناش. يا سلام، ما انت كبيرك كحكه وبيرموك في صاج. يا حاج. ايوه يا سيدي. بسم الله، هات لي حله ألمنيوم. حله يا مريم. حله يا عيد. يلا السمع والطاعه. اتفضل الحله يا استاذ بقسماط. هات الغطا من ورا ظهرك. الله اكبر الله اكبر. تشعرفك ان الغطا ورا ظهره. شفته وهو بيخبيه يا عم. اصحى اصحى. بسم الله. يلا يلا يا عم، انت الرعب اللي انت هتعمله لنا ده. انا لازم اعمل رعب، مش جاي اطلع عفريت ولا جاي اركب لكم الستاير انا. اهدى يا بابا اهدى. بسم الله. الحله دي ألمنيوم؟ ألمنيوم، وعندنا كمان ألمنيومين. يا راجل شوف عيله ما بتخلفش تصدق بيه، خد ثوابه. والله صدقت بيه بيرجعوه تاني. عندهم حق. ايوه بسم الله. يا ساتر يا رب. اتفضلوا. يا اختي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت طالع لهم؟ استنى يا عاد. طالع لهم يعني؟ لا مش دلوقتي. عشان لو طالع اصل انا ليا فلوس فوق. ايوه بسم الله. يا اختي يا اختي ساتر يا رب. ايه ده؟ ايه البيت ده مخروم من فوق؟ يا ساتر يا رب. انت بتعمل ايه؟ استنى يا عاد. ايوه صراحة حركة حلوة. ايوه عرفوا لي مين هو. ايوه اسمه ايه يا حاج؟ ايوه العفريت اللي عندك اسمه عفروت. الله ينور عليك. امشي بلاش غلاسه. ايه التلامه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الراجل في رقبتي؟ ايوه اسمه امه ايه يا حاج؟ ايوه العفريت امه اسمها عفريت. الله ينور عليك. انت هتدخل عليا العربيه يا حضره الضابط؟ شوف الشحاتين دول. ايه ده؟ فين الضابط؟ الراجل ده وريحه الفل بتاعتك وحشه. فل؟ ايوه فل. ايوه ابوه يا حاج. ابوه اسمه امشي هتخش الحمام عليا يا ريت القلب. ايوه ايوه بسم الله. انتوا هتدخلوا تلاتات تلاتات. الله، انت مطلع العفاريت رحله في بيتنا ولا ايه؟ مش فاهم. استنى يا خالد. ايوه تلاتات تلاتات، وقوطة هو اللي هيتقدم. ايوه ايوه يا قوطة، شوف طلباته ايه. جاي من ايه؟ انت بتعصي اوامري يا قوطة؟ جري يا عم قوطة. انت هتعمل لنا فيها كاتشب. لا خلاص اوعى. صلي ده انا فعاصة. صلي على النبي ما تخافش. لا لا انا هحرقهولك. لا انت بيتي مساحة. ايه يا قوطة؟ يبدو ان انت نسيت، انا بقسومات يا قوطة. مفيش حتة جبنة شيدر وحات ابوك الواحد على لحم بطنه من الصبح. شيدر ايه؟ استناني. ايوه بسم الله بسم الله. عددكم زاد المرة دي. اتفضل عليك. ايوه يا استاذ حمام. حياة النبي ما تحرمني. ولا قاسم خدني واطلع. ايوه حلوه قوي الحركه دي. شرفتونا. اتفضلوا. اتفضلوا فين؟ ايه 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 اتفضلوا دي؟ اتفضلوا هنا. احنا جايبينك تصرف مش تجيب يا استاذ. انا مش معقول هشرح للعبيط كمان. اسكت يا جماعه. هفهمك بعدين. ايوه بسم الله. ابعدوا بقى خلاص. بس ابعد يا خالد. ابعد يا واد لحاجه تانيه. بس بقى كل واحد اما نشوف هيعمل ايه. يلا ايه ده؟ يلا بس يا وليه بلاش ضحك في حضره الاسياد. طيب ما تترعش لا تتلبس، خليك انت ثابت. يلا ايه ده؟ انت اللي جابك انت؟ ايه اللي جابك؟ مين ده؟ الواد صلصه. ايه هنطبخ فيه ايه؟ ايه اللي جابك؟ انا ما بشتغلش معاك، شغلك مش نظيف يا عم. انت بتحضر نقاش شغله مش نظيف، ارحمنا بقى. استنى يا خالد الموضوع هيقلب غم. انت ايه؟ ايه الجرأة دي؟ جرأة ايه؟ يا نهار اسود. انت باصص فين؟ احنا مش شايفين حاجة. هو هنا؟ انت بتحرجني قدام الزباين؟
يعني انا مش فا... يعني ايه هسيب الشغلانه اديها لك يعني مش هتشتغل هو جنب البتاع دي استنى يا حاج ربنا يستر علينا جميعا ربنا ليه انا الكلمه دي يا نهار اسود انت انت راجل انت اسلاح ده رئيس عصابه ايه الراجل ده يلا تاخد مين ايه تعالى يا حاج ايوه خد الواد العبيط هربه العفاريت عايزه تاخد روح روح يا قاسم روح روح وانا هزورك خميس وجمعه روح اروح فين بيقول لك شغله مش نظيف ممكن 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 ياخدوا خالد لا 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 ياخدوا خالد لا بقول لك انا مش عايزه يا راجل يا خالد لا عايز ايه ايه ده انا دمره ايه اللي انت عملته ده استنى ايه اللي انت عملته العيال هتقتل بعض استنى استنى انت تعالى ابعد عنه ما يأذيك صدق بالله اموته وخساره انك تغ يلا انت يا راجل انت ايه انت جاي تصرف العفريت ولا هتصرفنا احنا تعالى ويكون في علمك لو عفرته ما انصرفش كل دقيقه هقتل واحد من اصحاب البيت ايه قاتل خاطف طيارة يا اخويا على ايوه لا الدخلة دي مش علي انا بالادب احنا متشكرين يا سيدي احنا عاوزين العفريت شكرا كنت تقول من الاول ايوه ليكوا طلبات على الجزمة ده الحاج وصل امانة صاحب البيت وصل امانة وصل امانة ايه مش مشكلة مش مشكلة يستعملوني غلط ايوه يا حاج ايوه الاسياد ليها طلبات حاضر هتجيبها نجيبها ان شاء الله تعرف لو قلت هتجيبها وما جبتهاش هيحصل ايه هنشقلط كلنا ورا بعض وانت انا اول شقلوطه فيكم من الاخر انا راجل صريح خلاص ان شاء الله اموره يا سيادي اول طلب حاضر عايزين اتنين مغاربه بس يكونوا من اصل مغربي اتنين مغاربه مين هما دول بيقولوا عبد القادر ياه باقي الحال ينفعوا ده يا بابا تعال إيه؟ خلي بالك هم بيحبوا العبط ها طب ما كويس انا عبيط ما انا عارفين بس هتتاخد من وسطينا مش هعرف اجيبك ها هتشقلط لوحدك فوق لا خلي بالك ايوه هيجيبهم يا سيدي تاني طلب حاضر عايزين اتنين زيمبابويين مش عارف يقولها بس يكونوا من اصل زيمبابويين دول بيقولوا عبد المحسن ياه هم دول لا ده شكله عايز يطلع خميس وجمعه سيبه يلا ربنا معاه ايوه حاضر عايزين اتنين شيشان معسل تفاح ها احنا عاوزين نشقلط ما تهزرش لازم تجيب الطلبات حاضر حاضر يا سيادي فعلا وصلت هي مين جت مصر الطيران ولا ميدل ايست مين ده احنا فين مين دي حضرتك مستني المدام او حاجه لا مش المدام مدام في طوكيو بتعمل ايه في طوكيو بتدرس حالتي جات ولا بتهزروا رشوا البخور رشوا البخور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الف حمد والف شكر ليك يا رب ليه اخيرا لقينا حد تبص له تحت امور يا ستي ستك امور يا حاجه حاجه ايه فين ولا بلدي؟ هي بعتك الفرن يا راجل ده احنا هنجيب الطلبات انت شغال يا احسن عايزين اتنين مربى دلوقتي نجيب منين المربى؟ يعني احنا كنا جبنا المغاربة ولا الزيمبابويين هتجيب منين المربى؟ من عند عبد العاطي تعالى ايوه الناس وافقت بلاش رزالة بقى انا ليا طلب قبل ما عفرته ينصرف ابوه ينزل هنا يعتذر لاهل القريه قريه ايه احنا في الساحل الشمالي يا راجل هجيب لك ابوه يعتذر لك عايز ايه تاني حاج عفارت انت تعرفه منين عليه فلوس ليه هتشوفه اعمل لك ايه ايوه يا سيادي ايه لا يا سيدي انا اول مره اشتغل هنا في ايه خلاص مش مشكله اكشف عليه تكشف علينا على اساس ايه يعني ايه ده ايه ده ايه هكشف عليك لا ما يصحش ليه احنا معانا ستات يكشف علينا ازاي يعني ايه اللي يكشف علينا هو بيقول ستات انت بتتحمقي ليه انت مالك حضرتك تكشف علينا اماره ايه بس هوريك الاماره رجلك دي فيها كام صباع زي بقيه البشر خمسه كفايه عليك اربعه هلا 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 رجلك دي كام صباع اتنين اوعى تكون
تكون بتكذب. اتنين والتالت لسه بيقشر. تعالى رجلك دي كام صباع؟ انا عندي خوف. تعالي رجلك دي كام صباع؟ انا زواحف. اشمعنى دي يعني اللي عتقتها؟ هي كلها صباع، سيبوها في حالها. بسم الله ما شاء الله. ايوه ايوه يا سياده، خلصونا من غير ما يأذي حد. يحضر بعد اذن حضرتك. خليه يحضر يا بيه بعد اذن حضرتك. انا شايفك من ساعه ما جيت هنا وانت عمال تستضيف ناس، يعني يحضر يحضر، ما شفتكش بتصرف. انا بحوش يا خالد، عريس جديد. ايوه نازل. بسم الله، احلى تحيه للعفريت اللي نازل. يا راجل انت بيتك بتحضروا فرح بلدي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ امسك يا زورت. ايوه ايوه بسم الله. هيفرفر تاني؟ طلع له. لا هو جاي لي مستقبله. طب وانت تتفرفر له ليه لما هو جاي؟ استنى يا قاعد في بيتك. بسم الله. خالد نعم، هات البيت الصغيره الاموره. تعالى يا مريم. لا لا انا خلص. ضحي ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ قال لكم الصغيره الاموره، ما انا واقفه اهو. ارجعي لاحبسك. يلا تحبسني ايه؟ نط من البوكس. ايوه مدغوره في ده يقعدوا في اي حته. يعني مين دول؟ روح فين؟ اسكت انت، انا بتكلم لمصلحتك. انت ايه جاي تطلع يا راجل انت؟ يا باشمهندس عاوزنا نمشي. يلا يلا ماشي يا عم. انت جاي تطلع عفريت ولا تقرا فاتحه يا باشمهندس؟ عشان ابقى فاهم بس. لا بس يا جماعه عشان جاي. ايوه ايوه. بتخافي؟ اه بخاف. بسم الله ما شاء الله. ايه ايه امسك. انا خايف. ايه يا باشمهندس؟ ايه ايه بتخافي؟ بسم الله. ايه بتعمله ده؟ خاف على البنت حسنها. خاف على البنت. وكيل بعد اذنك يا وكيل، عدي يومك يا باشمهندس. خاف خلاص. بص قدام. بص قدام. ايوه بسم الله. احضر عليها واوعى تاذيها، دي في حمايتي. بلاش انت. ليه؟ مش مستريح لك، مش مستريح. استنى بص يا ماما قدام. ايوه. ايه ده؟ انت بتقلب ايه؟ اعيدها تاني كده. يا ست ما تنطقيش. بتعوص ايدك. وايدك في سمنة. شايفه حاجه؟ لا مش شايفه حاجه. الاسياد عمتها. يا عيني انت. عيني ايه يا ابن الكذاب انت؟ انت اللي خدت. انت اللي مغبي عينيها بايدك. يلا يا موهوم. ما مرت على حس ايدك. يلا يا موهوم. موهوم بص يا بنت قدامك. كذاب قوي. هاتي ايدك. تشتمي راجل قد ابوكي. اه خلاص خليه يصرف. شد ايدك اهو. مالك؟ مش قادره. سماعي عيلتك. مالك؟ مش قادره. الاسياد شلتها، دي صغننه. دي صغننه ايه؟ زعلان علينا. انت عندك كام وجه؟ اتنين. كفايه واحده. النبي يا حاج ده شغلي انا، فاهم فيه اكتر منك. تعالي. ايوه احضر عليها من اهل البيت. الاسم باريم. لا مريم. انا عارف انت ببلدهم باريم، سافرتي هناك انت. ليه مسكومين كلهم؟ يتنيلوا. بص قدام. ايوه سن فوق العشرين، الطول تحت الارض. بلاش انت، انا مش باين من الارض، خليها على الله. التعبان بيرزق في الشجره. ايوه لا يلا بقى ما تقرفناش، دور عليها هتلاقيها. هي قليله سفيفه لا ترى بالعين المجرده. ليه يا جدع؟ ابعد. احسن احسن، لا ترى بالعين المجرده. يراها اي كفيف. ايه سقفوا عليه؟ سقفوا معاه. لا يا باشمهندس. ايوه الصوت جاي من فوق يا حاج. فين يا اخ؟ تقريبا بتوع الصيانه. مبروك. صيانه ايه يا كاف؟ ايه يا ايه ده؟ ايه وانت داهيه؟ اشتغل. احضر عليه واوعى تاذيه، انا في حمايته. ايوه من اهل البيت، من اعمده الفيلا. تربى وترعرع في غابات السافانا، يتغذى على الطائرات المخطوفه. انت بتتكلم بجد؟ ايه اللي حصل؟ الجوارة. انا الجوارة بسرعه. هم عايزين ياخدوني تاني؟ لا مش انت جده يا بوزك. ايوه قول لهم الشكر والذبيحه عندي. مش انتي جدايه؟ وعي شويه، خد رزقك.
مش انت. احذفها سكرو. انا مالي. ايوه هاتوا الحله. هاتوا له الحله كلكم. روحي وانا كمان. يلا حاضر. بكره الساعه 6. ايه 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 الرطيس احنا. ايه ولا حصل؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجة. روح هات الحل. ما احنا جبناها. ثانية ما الحل ايه؟ روح ودوها ودوها. ترن بيه. حكم الأسياد. روح ودوها. أسياد مين؟ روح. تعالى يا عم جيب الحل. تعالى جيب الحل. تعالى روحي معانا. ما تروحيش تجيب الحل. ليه تيجي معانا؟ خدها. يلا. يبقى هاتيها بكرة الساعة 6. لا الراجل ده عينه زيغه. هاتوا الحله. ده بيحترمنا عيب. ده شويه فانتازيه اللي كان فيه حاجات فانتازيه. خفت عليكم تشوفوها. لا ما تخافش عليا عيب. احترمني عشان انا غبي. حاضر. مش كيس مشوق واقف جنبك انا. بسم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. ايه ده؟ عفرته هنا؟ اه استوى. هو عنب. ابعد. عفرته معانا يا حاج. هنا؟ ايوه. متاكد؟ ايوه. يا ابو جنيه وربع يا معفن. مش عايزين نبدا بالشر. ايوه بسم الله. يلا يا ابني زي زمان. لا تاذينا ولا ناذيك. الله 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 الله. انت فين انت؟ ايوه ايوه. لا تاذينا ولا ناذيك. الله الله. عودوني عودوني. ده فين؟ وانا بحضر عمرو دياب. اوف. ايوه ايوه. يلا يا عفروتو. يا حاج. نعم. عفروتو هيدخل في جسمي انا. طيب هنعمل له دقة زار هطرده من جسمي. طب ما تحليه في جسمك. هو انا مش بني ادم ليه؟ حرام عليك. بسم الله. يلا يا عفروتو. يلا ادخل في جسمي. ادخل من الركب. ركب. ايوه على اساس انها اقرب حاجة مش. يلا كلنا ركبنا مع بعض يا اهل الخير. ايوه يلا نق يا بابا. ركب كتير قدامك. اتنين حريمي وتلاتة رجالي وتنين. فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه فرفر بقى. تنازل جوه. يا ناس ابوس ايديك. ايه ايه بتعمل ايه؟ بيعجبني قوي بصي. ارجعي بقى جدايه في خدك. يلا يا ابني جاهزين؟ جاهزين؟ ايوه. بسم الله الله اكبر. عفريت مجنون وههد الكون ولا 100 مليون يتحدوني. لا تقول جاكي شان وحفيد باتمان. امريكا يابان ايه يا عيوني. عفريت مجنون وههد الكون ولا 100 مليون يتحدوني. لا تقول جاكي شان وحفيد باتمان. امريكا يابان ايه يا عيوني. أخيراً البيت بقى رايق بعد الأستاذ بقسومات ما صرف في العفريت. أقعد بقى أشرب سيجارة بمزاج. الله ده حشيش معتبر. الواد شيشة قال لي ماركة كرسي في الكلوب. يعني تاخدي نفس وتبقى ضلمة أحسن. فينك يا وكيل؟ أيوة يا هندي. واحدة معايا مكلمة يا أبو العفريت. أيوة يا ابن الباشا. هات هند واحمر وتعالوا زورونا. خلاص العفريت غار في 60 دقيقة. ما تنساش يا عماد. هات هند واحمر. ماشي؟ ايوه وبلغ كل العيلة. مع السلامة.
البيت بقى جميل وهادي. شفتي فاق ورق ازاي؟ ايوه غار اللي ما يتسمى. الحمد لله. عارفه يا بنتي يا هند؟ اه الراجل اسمه بقسومات ده؟ اه انا ما كنتش واثق فيه في الاول. اه بس طلع ولد قدر يصرف العفريت. الحمد لله الحمد لله لحسن، انت كان دمك تقيل قوي. ايوه ما هو اللي كان متقل دمي. بصراحه بصراحه كنت بارد. هو السبب. ان جيت للحق كنت سخيف. في ايه بنت؟ بس الحمد لله الحمد لله بقيت كوبه. كوبه؟ كوبا ايه؟ كوبا اه؟ كوبا كيلو بانجو. بانجو؟ بانجو؟ اه بتحششي. ايوه بحشش، ما حشش لامي ولا يعتب عليا. روق روق، ما حدش واخد منها حاجه. انت فايقه ورايقه قوي، والله العفيت ده كان كاتم الضحكه في قلبي. طب اضحكك؟ يا ريت. شفت المسطول اللي جاي ينزل من عربيته، فتح الباب لقى المطره بتمطر، نزل من الباب التاني. طب شفت الكمساري المسطول؟ ماله؟ الست بتقول له الاوتوبيس يا اخويا رايح الجامعه. لا لا، قالت له ليه؟ لا ما جابش مجموع كبير. حلو يا وكيل حلو. اتنين مساطيل قاعدين مع بعض، واحد بيقول للتاني هو محرم فؤاد يبقى اخو بور فؤاد؟ قال له بور فؤاد دي بلد. قال له محرم فؤاد؟ قال له دي بلد تانيه خالص. والله ضحكتيني يا هند. ايه ده؟ فين السيجار؟ يا فين السيجار؟ هات السيجار. سيجار يا لهوي يا لهوي. ايه ده ايه ده؟ نهار اسود. مره واحد مسطول مراته ماتت، مشي في الجنازه بتاعتها يضحك، صاحبه قال له بتضحك في جنازه مراتك؟ قال له بقالي 30 سنه متجوزها، اول مره اعرف هي رايحه فين. وليه سجارة ايه؟ حلوة الدكتة اللي فاتت انت هتولعينا في ليلتك. بل فين السيجار؟ انا عارف فين سيجارتك. جت في بقك ازاي دي؟ ممكن افهم هو مين مسؤول فيكو، انت ولا السيجارة؟ صعبة خدتها مني من غير ما وانا بشرب. ايه السيجارة دي؟ سيجارة بالريموت كنترول ولا ايه حكايتها؟ وراكي وراكي الاخر نفس. ياه كان عفريت معفن. أو أنت؟ إيه ده؟ بين استطلت على الريحة. يا معفن أو أنت؟ يا كيكا إيه اللي رجعك تاني؟ أنا جاي أطمن عليك. هو اسمه إيه ده؟ بقسومات مش يا راجل. بقسومات مين ده؟ أنا جيت مكانه عشان ما نصبش عليك عيب. والله أنا كنت حاسس بيه. حصل خير. أنا حسيت بيه. الحمد لله. طب امشي امشي. أنا مش فين. انصرف، أنا مش محتاج. طب اعمل لي أي حاجة، مش عارف أمشي. تعالى. إيه؟ أنت البني آدم، أنا العفريت. شبيك لبيك، عبدك ما بين إيديك. عايز فلوس. أي. فين الفلوس؟ في الكابتن تياتر. فلوس فين يا وكيل؟ في الكابتن تياتر. يا عم انت اللي لازم تصرفني، مش انت اللي طلعتني من الكاميرا. يا خرب بيت الكاميرا على بيت. اليوم اللي طلعتني كان يوم نحس. انت بتكرهني ليه؟ واحبك ليه؟ العز والهنا اللي عايشتني فيهم. لا يا عبيط، عشان لسه جوايا طاقات اعملها لك. طاقات يا معفن. اهو انت يا ابو جنيه وربع يا معفن. انت اللي فقري. ما كسفتش ياض وانت جايب لي جنيه وربع وجاي. وكسف ليه؟ انت فقري. كان قدامي 5 جنيه مقفوله، خد عفريت لواحد. اسكت. كتك لينا في خيبتك. يعني عفريت نازل لي مخصوص، واخد تاشيره ومغير عمله وجاي يجيب لي 5 جنيه معفن. ما تغزنيش من ضربك. ما انا عرفت ان صحتك على قد. هتعمل ايه؟ تخش مقالب؟ دافع عن نفسك يا ايه ده ايه ده ايه ده؟ وريني. هأذيك. انت مش عفريت؟ عرفت بقى ان انا ممكن اذيك في اي لحظه؟ تعالى بابا. بص يا وكيل، طالما انكتب عليا اعيش معاكوا هنا يا ابني. نعم يا اخويا. يا ابني هعيش معاك وغصب عنك انت ولاد عمك. ليه؟ 3 طلبات. ايه هم؟ الاكل والنومه والمصروف. ليه؟ هصرف عليك كمان؟ اه وهتكمل لي تعليمي وهتكسيني. بالعربي هنعيش جنب بعض حياه كريمه. هو مين طلع لمين يا؟ اوعى تعدي حدودك ترجع تندم. ها؟ موافق بس بشرط. اشرط. تظهر لولاد عمي. بصفتي ايه؟ هقول لهم ان انا جبت لك واد غلبان يشتغل عندنا في البيت. انا هظهر بصفتي جاركو جعفر. ما عندناش جيران. مش شغلك، من اللحظه دي ليكوا جار اسمه جعفر.
وانا هتعرف عليهم واحد واحده بطريقتي. خلاص موافق، بس بقى مدام ناوي تبقى جارنا وهتعيش جنبنا تعيش في هدوء وسلام ان شاء الله، من غير غدر ولا خيانه ولا شر. اوعدك كلمه شرف، شرف ميثاق، ميثاق معاهده، معاهده سلام. ايدك يا جعفر، ايدك يا وكيل.